بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم إن شاء الله راح تكون على التوتوريال شيت نمبر 6 اللي هو ديزاين اوف شافت. طبعا يعني هذا الموضوع حقيقة يعني دكتور علاء حل لكم تقريبا سؤالين، وانا راح احل لكم سؤال وجزء اعطيكم سؤال ايضا انتم تحلونه يعني. بس عموما ان شاء الله يعني هذا السؤال هو تقريبا هو مثال عندكم في الكتاب المنهجي ما مذكور بكل التفاصيل، فحليتونه بجميع تفاصيله وخطوة خطوة، وعطيتوكم أيضا بروسيجر للحل، يعني شلون تتبع ما هي الخطوات ستيب 1 ستيب 2 الخطوة الثالثة الرابعة وهكذا إلى أن تنتهي بحل السؤال. فإن شاء الله هذا السؤال أو المثال راح يكون جايد لكم، راح يكون يعني يوجهكم إلى شلون تحلون موضوع الشيت أو ديزاين أوف شيت، وأي موضوع إن شاء الله يجيكم حتى لو بالامتحان تمشوا على نفس البروسيجر، يكون ان شاء الله يكون عندكم واضح، واللي ايضا اعطاكم الدكتور علاء من امثله يعني كافيه جدا ووافيه حقيقه. والموضوع متقارب وهو ما يتعدى اكثر من يعني انه انت عندك شيفت وعندك اما بولي او عندك شيف في بيلت شيف يعني او فلات بيلت بولي او عندك مثلا تشين او عندك جير، فما تتعدى الامور هذه الامور الثلاثه من البيلت والتشين والجير اللي هي عبارة عن ميكانيكال ترانسميشن درايفز، فهي اللي يعني حقيقة اللي أخذناها أيضا وطرقنا لها في المواضيع السابقة. فهذا السؤال حقيقة أو المثال هو شوية مثال خلينا نقول عام، فنبدأ بهذا الشكل الموجود عندكم أيضا في الكتاب اللي هو شكل 12-2. طبعا هو عبارة عن شافت، إذا تلاحظون هذا الشافت هو من نوع الستيب شافت، يتكون من مجموعة من الستيبس أو الخطوات يعني أكثر من داميتر، وفي الحقيقة يبدأ بداميتر دي 1 وينتهي بداميتر دي 6. فإذا أنت لازم إيش؟ لازم يعني تصمم الإيش؟ ديزاين أوف شافت تصممه على ضوء يعني عدا أنه تصمم من حيث الباور ومن حيث التورك والبندنج مومنت والستريسز، لكن أيضا تصمم إيش مقدار الدايمينشنز أو عفوا مقدار الدايميترز، يعني خلينا نقول الأبعاد أو الأقطار اللي يتكون منها الشيفت لكل مرحلة لكل ستيب. وطبعا إذا تلاحظون أيضا هو ذكر عندكم بعض المصطلحات قد تكون جديدة بالنسبة لكم، اللي هي مثلا الفلت اللي هي عبارة عن خلينا نقول نقاط الالتقاء ما بين دايميتر صغير ودايميتر أكبر، يعني خلينا نقول ما بين مرحلة بها دايميتر وليكن دي 2 وما بين هذه المرحلة اللي هو البيرنج عندي دي 3. أوكي، فعندي نقاط الالتقاء، نقاط الالتقاء عادة يعني يسموها فلت أو شولدر فلت، يعني عبارة عن شلون خلينا نقول الشكل الشولدر أو الكتف اللي يتكون ما بين دايميتر صغير ودايميتر كبير. طبعا راح نجي على انواع الفلت الموجوده عندنا، وهو نبهكم على الفلت الموجوده عندنا هي الار 3 والار 4 بالنسبه للشارب فلت، يعني بين نوعين طبعا، عندنا الشارب فلت عندنا نهايات تكون حاده نوعا ما، طبعا ليست حاده بمعنى انه حاده، ولكن ان هذا الراديوس لهذا الكيرف الصغير ما بين الدايميتر والدايميتر يكون صغير جدا. وعندنا نوع ثاني يسمونه ويل راوندد فيلت اللي هي القوس اللي هو R1 وR2 وR4، يعني تنظر الى R1 اللي هي نقطه التقاء الجير مع او تثبيت الدايميتر مع الجير مع الدايميتر اللي هو D1 مع D2، فعندي بين D1 وD2 عندي R معين، هذا الR سمانه R1. عادة نقاط تثبيت المشين إليمنتس، يعني المشين إليمنتس عندما أقول أقصد مثلا جير أو بولي للفلات أو شيف للفي بيلت أو مثلا تشين، كل هذه الأمور من تثبت أو تتخلى يعني الدايميتر ماله مع دايميتر، من يلتقي دايميتر ماله مع دايميتر آخر يما، عادة يستخدمون من نوع الويل راوندد فيلت. والويل راوندد يعني هو من اسمه راوندد، يعني يكون ايش الـ يعني خلينا نقول الراديوس R1 وR2 وR4 كبيره نوعا ما مقارنه بالدايميتر D1 ومقارنه بالD2، فيكون عاده الR1 والR2 والR4 اللي هو هذا القوس التقوس ما بين دايميتر ودايميتر اخر يكون كبير، اذا كان كبير يسمونه ويل راوندد فيلت، راح نجي عنه ان شاء الله. ايضا عندنا يعني البروفايل كي سيتس، الكي سيتس حقيقة هي عبارة عن المقعد اللي يجلس بينه الكي، تعرفون أنا من أثبت فد إليمنت مثل هذا الجير على سبيل المثال جير A،
من اثبته بالشافت راح اثبته عن طريق هذا الكي، لاحظوا هذا كي سيت، هذا يسمونه كي سيت، اوكي؟ فهذا يقعد بينه الكي، فحتى ايش؟ حتى يمنع اي ريليتيف روتيشن موشن او انجولر موشن ما بين الشافت وما بين الجير او ما بين الاليمنت هذه. فلكن حقيقه يعني ايضا يعني هذا ما يمنع يعني الكي حقيقه هو فقط يمنع ان يصير اي ريليتيف موشن او انجولر موشن ما بين الشفت ما بين الشفت والجير، لكنه ما يمنع الكي حقيقه من اي حركه تكون اكسيالي، يعني حركه تكون بالهوريزونتالي، تكون على طول اكسس اوف روتيشن هذا. فانت ايضا انت من تثبت هذه بكي الجير ثبته على الشفت، هل تضمن انه ما يطلع نتيجه الدوران يسحب شوي شوي ويخرج من الشفت؟ نعم ممكن، اكيد وارد. فانت شلون تثبته؟ فنلجا الى ما يسمى ب يعني حقيقه بالريتينينج رينج جروف. الجروف هو عباره عن تعرفون اخدود، كلمه جروف يعني اخدود، هو عباره عن اخدود صغير يعني عمقه صغير جدا يعني من مليم الى مليمين عاده يكون. الهدف منه انه يوضع بقرب الاليمنت، مثل على سبيل المثال هاي خلينا نرجع الى الاليمنت مالتنا الجير اي، لاحظوا هذا هو الجروف، تلاحظون هذا الخط خطين، هذا عباره عن خدود محفور بالشفت بعمق مقدار مليم او مليمين يتراوح يعني. الهدف منه انه يخلي لك نوع من الريتينينج رينج، رينج عباره عن حلقه صغيره جدا صغيره جدا توضع في هذا الاخدود حتى وتكون ممسوكه بقوه، يعني هي باي تنشن، يعني من خليها شو احنا نسميها باللغه العاميه صخ، تقعد صخ مباشره على الجروف. وهي ريتينينج يعني مانعه او قابضه او ماسكه، فهي تمسك الشفت او تمسك عفوا ما الشفت، وانما تمسك الجير او الاليمنت من ان تتحرك يمينا او يسارا. طبعا في اي راح تمنعها من الحركه نحو اليسار، لانه هذا الجير اي هو متكي بالدايمتر دي 2 بالكتف الموجود او الشولدر الموجود ما بين دي 1 ودي 2. ايضا بالنسبه لدي 5 عندي جروف هنا موجود يمنع من الحركه نحو اليمين. طبعا هذه وجود الجروفز، وجود الفلت، وجود الكي سيتس كلها تنطي نوع من ما يسمى بالستريس كونسنتريشن. الستريس كونسنتريشن هو عباره عن تمركز، كما كان في المحاضرات السابقه ايضا الدكتور علاء اعطاك تفصيل عن الستريس كونسنتريشن، انه يصير عندي تمركز في بعض الاماكن في بعض النقاط، عاده في النقاط يعني اللي تكون في اختلاف بالدايمتر مثلا، او مثلا عندي قطع معين بين نقطه نقطه، او خلينا نقول مثلا منطقه لحام، او فد نقطه او فد ثقب مثلا صغير جدا، او هول معينه موجوده، كلها تزرع نوع او تولد نوع ما يسمى بالستريس كونسنتريشن. فمن اصمم الشفت لازم اخذ نظر لاعتبار هذه الامور، انه عاده الامور الثلاثه الرئيسيه انه اهتم بالشولدر فيلتس، اهتم بالكي سيتس، اهتم ايضا بالريتينينج رينج جروف. فكل هذه الامور تكون عاده ايش مؤثره على تصميم الشفت، وايضا تؤثر على قيمه اختيار الدايمتر، يعني اوكي الدايمتر سواء من دي 1 الى دي 6. ايضا ملاحظه راح تجيني ان شاء الله لاحقا، بس اشير لها، اللي هي فيما يخص الار 3 وار 5. لاحظوا اللي هي نقاط التقاء البيرنجز، عندي تو بيرنجز مع الشفت مع هذا الدايمتر. بالنسبه طبعا الشفت عفوا البيرنج اللي هو الليفت بيرنج هذا على الجهه اليسار، هو يلتقي مع دي 4، يعني دي 3 جالس على دي 3 ويلتقي مع دي 4 اكبر منه. وكذلك عندي دي 6 يلتقي مع دي 5 طبعا في هذه النقطه. عاده النقاط الفلت اللي تكون ما في مناطق تثبيت البيرنج عاده يعتمدوها من نوع الشارب، يعني اكثر التصميمات تعتمد الشارب فلت. ولذلك اذا تلاحظون الار 3 والار 5 ذكر لك حدد لك نوع الفلت انه يكون من نوع الشارب، يعني حاد، يعني يقصد انه ار 3 وار 5 انصاف اقطار صغيره جدا. اما النقاط تثبيت المشين اليمنتس عاده تكون من نوع الويل راوندد، اوكي، لانه هي راح يكون عليها عاده يكون عليها ايش البندنج مومنت، وعاده يكون عليها التورك. فعاده ستريس كونسنتريشن ممكن يتركز في هذه الاماكن اكثر من تركزه على البيرنج. حتى بعض الحالات يعني مثلا على سبيل المثال هذا البيرنج لا بينه تورك ولا بينه بندنج مومنت، ما دام يكون بالطرف يعني اقصى الشفت، ماكو اي اليمنت اخرى بعده، فيا يكون ايش يعني لا بينه بيندنج مومنت ولا بينه تورك. اما هذا على سبيل المثال البيرنج هو ايضا ما بينه تورك، طبعا اي بيرنج موجود على الشفت ما بينه تورك، ليش؟ لان هو ما يمسك، هو فقط بينه ان الرئيس يدور مع الشفت، فهو فقط بيرنج، يعني من كلمه بيرنج يعني ساند مسند فقط، ما يمنع، ما له علاقه بالروتيشن، هو فقط يمنع ايش اي بيندنج يصير. ولذلك مثلا هذا على سبيل المثال الليفت بيرنج هذا بينه بيندنج مومنت،
لكنه ما يعني بينو بين ديجمومت، اما هذا اللي يكون بالطارف لا بينو بين ديجمومت ولا تورك، اما هذا كما قلنا بينو بين ديجمومت لكن ما بينو تورك. فاذا انت انتبه على نقطه مهمه، اي بيرنج يجيك على الشفت ما بينو تورك، لكنه وضعيه او مكان تثبيت البيرنج تؤثر من حيث البيندينج مومنت. فاذا كان بالطارف يعني فد مره اقصى اليمين او اقصى اليسار، هذا ما بينه لا بيندينج مومنت ولا تورك، وهي تحدثنا عنه تذكرون في المحاضرات السابقه من حيث البيندينج مومنت، من يكون عندي بالطارف الرياكشن اذا البيرنج بالاقصى اليمين او اقصى اليسار البيندينج مومنت يكون صفر. اما هذه المكان من يكون بين الاليمنت البيرنج، من يقع بين الاليمنت لازم بينه بيندينج، ايش بينه بيندينج مومنت. فانتبه على هذه الملاحظة. طبعا راح نحاول انه ناخذ كل النقاط اللي ذكرناها يعني بالتفصيل نقطة نقطة، من حيث الستريس كونسنتريشن ومن حيث البيندينج مومنت والفورسز وهكذا. فنأتي اول شيء على الفورسز اكزيرتد اون شافتس باي ماشين اليمنتس. طبعا الماشين اليمنتس انت من ثبتت جير او بولي يعني سواء بيلت شيفز او بيلت بوليز او تشين سبروكيتس، هاي الامور من تثبتها على الشافت؟ يعني انت ما فقط ثبتها وانما نتيجه لنقل للباور، سواء يعني هي تنقل باور او تستلم باور او تعطي باور، هذه النقاط او المشين اليمنتس ايش راح يصير؟ راح تسلط نوع من الفورسز على الشفت. اذا لازم اخذ كل اليمنت على حده واحسب الفورسز ماله وارجع اثبت هذه الفورسز على الشفت حتى استطيع ان احسب الدايميتر، لانه احتاج بيندينج مومنت، والبيندينج مومنت كما تعرفون هو يعتمد على قيمه الفورسز المسلطه على الشفت. وايضا عندنا نقطه مهمه جدا اللي كان اخذناها سابقا اللي هو الفيرتيكال شير ستريس. تذكرون الفيرتيكال شير ستريس اللي كنا نقول هو عباره عن ستريس يتولد نتيجه للنورمال لود، اللود المسلطه على الشفت، وكنا نحسبه وكنا نقول انه التاو ماكسيمم يساوي حسب ما اذكر هو في كيو على اي تي. ممكن تتذكرون الفي اللي هي الشيلينج فورس، والكيو اللي ايضا كان اخذناها هذه الامور كلها، وايضا التي والاي وما شابه ذلك. فهذا ايضا هذا الستريس، هذا النوع من الستريس ايضا يدخل في عمليه التصميم. فاذا لازم اهتم بكل القوى، لان كل القوى ايضا تنطيني بيندينج مومنت وتنطيني يعني تورك وتنطيني ايضا ستريسز. فنجي على كما قلت قبل شويه، ما عندي غير الجيرز والبيلت شيفز او بيلت. طبعا بيلت شيفز يعني في بيلت، الشيف البولي اللي تخص الفي بيلت سموه شيف، لانه الخدود ماله يختلف يعني بينه خدود على شكل في بيلت. اما الفلات البولي هي للفلات بيلت، البولي تتبع الفلات بيلت، وهي عاده تكون من نوع الكراوند، يسموها كراوند. ليش؟ لانه الشفت ما بينه عباره عن فلات بولي، يعني شو نقول يعني سطحه يعني مستوي وعدل ما بينه اي جروف، لكن حول جوانبه اكو نوع من الجايدد او نوع من خلينا نقول ايش اعطيك مثال يمكن تعرفونه، البلاستر الطبي. البلاستر الطبي مثلا على سبيل المثال، هذا تعرفون البلاستر الطبي مال الجروح على سبيل المثال، هاي عباره عن بولي، لان هو اللاصق موجود على المنطقه الفلات العدله، ويوجد عندي كراوند او هي هاي التيجان او اللي هي خلينا نقول تمنع تسحيف البيلت نحو اليمين او خروجه من او يسار او خروجه من البولي. عندنا تشين سبروكيت، هاي اخذناها سواء كان سبروكيت المينيمم سبروكيت او خلينا نقول السمول سبروكيت او اللارج سبروكيت. And other elements typically carried by shafts exert forces on the shaft that cause bending moments. يعني يقول لك اي شكل اخر من الدرايف او خلينا نقول ميكانيكال درايف ترانسميشن درايف، يعني اي شيء مثبت راح يسلط قوه، فهاي القوة احتاجها لمعرفة البيندينج مومنتس. The following is a discussion of the methods for computing these forces for some cases. طبعا يقول لك اللي راح يجينا التالي هو عبارة عن مناقشة او يعني خلينا نقول توضيح كامل لطرق حساب هذه القوة، يعني كيف تحسب هذه القوة لبعض الحالات. طبعا يعني والكتاب ما اخذ كل الحالات العامة، لكنه يعني ذكر الاغلب خلينا نقول. In general, you will have to use the principles of statics and dynamics to determine the forces for any particular element. يعني بشكل عام انت راح تحتاج بعدين ان تستخدم مبادئ الستاتكس. تعرفون مبادئ الستاتكس summation force يساوي صفر، summation fx يساوي صفر، summation fy يساوي صفر، summation moment يساوي مثلا يعني اكيد راح يساوي صفر بالنسبه للستاتكس. او الداينامكس، بعض القوانين احتاجها في الداينامكس مثلا، يعني اذا احتجتوا يعني تعرفون قانون الداينامكس هي عاده مرتبطه بقانون نيوتن الثاني، الفورس يساوي
F يساوي ما الكتلة فيها التعجيل، يعني إذا اضطريت أن تستخدمها فتلجأ مثلا إذا البولي مثلا خلينا نقول كانت تدور لسبب أو آخر، مثلا تدور خلينا نقول بسرعة متغيرة، فمن يكون عندك سرعة متغيرة معناته عندك تعجيل زاوي، فالتعجيل الزاوي يعتبر دينامكس ما يعتبر مثلا ستاتكس مثلا، يعني هاي كمثال. فإذا نحتاج بعض هاي المبادئ أن نستخدمها حتى نحدد الفورسز اللي تسلط من كل إليمنت على الشف. طبعا طبعا عندنا أول شيء عندنا السبور جيرز، لا أغلق المايكس إذا عندكم مايكس رجاء، أي شخص فاتح مايك ممكن إغلاقه رجاء، لأن يطلع عندنا صوت يعني أزيز داخل التسجيل. طيب نكمل. طبعا اول يعني اغلب الاليمنتس اللي راح نواجهها حقيقه حتى في حياتنا العمليه عندنا مجموعه من الاليمنتس، اول شيء يسمونه سبور جيرز. طبعا سبور جيرز هو هذا، ايش هو سبور جيرز؟ هي عباره عن جيرز اسنانه تكون عدله او ليست مائله. رجاء بس اغلق المايك رجاء، اذا حد فاتح سماعه ممكن رجاء بس اغلقه. طيب عندنا اذا تلاحظون، شكرا، اذا تلاحظ انه عندنا هذا السبورجير، عندنا هذه الاسنان، طبعا هذه الاسنان تكون عدله. ايش معنى عدله؟ او يعني يسموها ستريت، مستقيمه. ليش؟ لانه تكون موازيه للاكس اوف روتيشن. لاحظوا الاكس اوف روتيشن هو هذا، ما صحيح؟ هذا، فالاسنان تكون موازيه ل ايش؟ محور الدوران. اذا كانت موازيه محور الدوران يسمونه سبورجير، ما يسمونه ستريت جيرز طبعا او ستريت تيث جيرز، يسمونه سبور، اصطلحوا على تسميته بسبور جيرز. ايضا اكو نقطه راح تجينا بعد شويه بس احب ان اشير لها من الان، اللي هو عاده انت بتنقل باور بين يعني تستخدم تو ميتنج جيرز، يعني عندك مسننين يلتقون وتتم عمليه التعشيق بيناتهم، اكيد احدهما صغير والاخر كبير، يعني غالبا يعني 99% من الحالات، الا في حاله واحده انه انت تريد تعكس الاتجاه، يعني تستخدم ما يسمى بالايدلر بولي، هاي عفوا جير، ممكن ان شاء الله ناتي اليه ان شاء الله في 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 المرحله الرابعه باذن الله. لكن احنا عموما اشير عاده 99 خلينا نقول 95% من الحالات هو ان استخدم بولي، عفوا جير صغير وجير كبير. الجير الصغير يصطلح على تسميته بكلمه بينيون، فاذا سمعت كلمه بينيون يقصد بينه الجير الصغير، يعني سمول جير. اما الجير الكبير فبقوا اسمه جير، يعني انت الكبير يسمينه جير والصغير يسمينه بينيون، فهذه التسمية خلوها ببالكم أنه الصغير دائما يسمونه بينيون والكبير يسمونه جير، حتى إيش اللي راح تجينا خاصة في موضوع البيفل جير، وأيضا راح أشير إليه مرة ثانية، لكن ملاحظة يعني حبيت أن أذكرها من الآن. طبعا السبور جيرز إذا تلاحظون هذا نوع من الأناليسز للفورسز، يعني تحليل للفورسز الموجودة. مثلا هذا هو البينيون، إذا قلنا هذا البينيون الصغير وهذا هو الجير، فعندي هذا البينيون A وعندي الجير B. فمثلا على سبيل المثال اذا اعتبرنا انه الدرايف هذا هو الدرايف، يعني الماتور شعل الانجن المربوط على الجير وات ايفر، يعني ممكن يكون ماتور كهربائي، يعني المهم اللي هو اللي ينطيني الباور. ولو فرضنا انه هذا الدرايف وهذا هو البي هو الدريفن مثلا على سبيل المثال، ف وانت تريد تصمم مثلا هذا الشفت مال بي، تريد تصمم الشفت الموجود للجير بي، فمن نصمم مثلا احنا نلاحظ انه عمليه اثناء الدوران هذا راح يدور مثلا كلوك وايز، هذا ايش راح يدور؟ راح يدور كاونتر كلوك وايز. طبعا هذا راح يسلط قوه يسموها يعني خلينا نقول ريزلتنت فورس، او خلينا نسميها مثلا دبليو اللي هي محصله القوه، فراح يسلط دبليو معينه من يضرب السن مال اي على السن مال بي راح يسلط قوه معينه، هاي القوه ممكن بمكان ما اخذها محصله ممكن اقسمها الى مركبتين او اوزعها الى مركبتين، فاقول ممكن هي تكون دبليو تي اسميها، واسمي هاي الاخرى العموديه اسميها دبليو ار. ف طبعا هذا هاي القوه او هاي هذه المركبتين او محصلتهم اللي راح تكون بهذا الشكل هي عباره عن الفعل، يعني الفعل اللي سلطه الفعل اللي سلطه البولي عفوا الجير اي او البينيون اي على الجير بي. طبعا هي يهمني الفعل الان، ليش يهمني الفعل؟ لان انت ما تريد تصمم البي، انت تريد كل القوى المؤثره على الشيفت بي. ما تمام؟
فاذا تحاول ايش تاخذ ما يسمى بايش بالاكشن يعني بالفعل. الحاله الثانيه اللي هو هذا الرسم اللي على الجهه اليمين هو ينطيك ما يسمى برد الفعل. يعني هذا اذا سلط فعل مثلا على سبيل المثال خلي انطيكم رسم توضيحي بسيط. طبعا عاده الريزلتنت راح تكون بهذا الشكل. هذا هو الفعل. فمن اجي على هذا من اجي ارسم رد الفعل، تعرفون رد الفعل ايش يكون؟ يكون مساوي بالمقدار معاكس بالاتجاه. فاذا هذا اتجاهه كان بهذا الاتجاه معناته هذا ايش راح يكون اتجاهه؟ اكيد راح يكون موازي له بس بزاويه 180 درجه. تمام؟ هذا هو الفعل. هذا رد الفعل. فانت اي شفت تريد تصمم؟ اذا كنت تريد تصمم في الحاله الاولى الشفت مال الجير بي اللي هو هذا الشفت الكبير الدايمتر الكبير، تاخذ الفعل لان هاي الفعل هي القوه المسلطه على ايش؟ على الـ على الـ 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 الشفت بي. لو انت غدت تصمم الشفت اي ولازم تصمم الشفت اي ما يصير تاخذ الفعل، تاخذ رد الفعل. نعم من حيث القيمه متساويين بس من حيث الاتجاه مختلفين. إذا لازم تتبع على هذه النقطة، أنت لازم تعرف أي شفت راح تصمم وتاخذ القوة المؤثرة عليه، أوكي؟ طيب، طبعًا بالنسبة لي ما هي القيمة اللي نحتاجها؟ يعني أنا أشغل أحتاج يعني شلون أوجد الفورسز اللي سواء كان دبليو تي أو دبليو آر. طبعًا عندنا نبدأ بالقوانين المعروفة، القانون الأول هو التورك. قانون التورك إيش يساوي؟ طبعًا قانون التورك هذا هو بالنظام الأمريكي. يعني ممكن يجيكم سؤال بالنظام الاس اي يونس اللي هو النظام المتري او الدولي. هذا التورك ايش يساوي؟ هذا القانون يحفظ طبعا يساوي 63000 في بي على ان. التي هو التورك، البي هي الباور كهورس باور، يعني اذا اعطيتكم بالسؤال هورس باور تنزلها كما هي. الان هي ار بي ام، ما تروح تحولها راديان بير سكند، لا بقيه ار بي ام. وتضرب في 63000، 63000 هي مال تحويل الوحدات. يعني انت من تستخدم هورس باور مع ار بي ام حتى يطلع عندك ناتج بالانش باوند اللي هو كتورك، اكو تحويل. فعمليه التحويل هذا تقريبا اذا تضرب ارقام وتقسم ارقام راح يطلع عندك 63000. هو اعطاك اياه جاهزه بالنظام الامريكي، فانت محفظه هذا القانون ان التورك يساوي 63000 في الباور على الان اللي هي الروتيشن، يعني او خلينا نقول سبيد اوف روتيشن اللي تكون بالار بي ام. التي اذا كان بالاس اي يونتس ما تحتاج تحويل او ارقام او كذا مثل ما موجود 63000، لا مباشره، لكن بشرط ان حتى يطلع عندك التورك بالنيوتن متر، تعرفون وحده التورك نيوتن متر، حتى يطلع عندي نيوتن متر لازم الباور تكون بالواط. الباور باش تكون؟ فاذا اعطيتوك اياه هورس باور لازم تتحول الى كيلو وات، وإذا أعطيتك كيلو وات لازم أنت تحول إلى وات، إذا لازم كله ايش تكون بالوات الباور. الأوميجا بتكون بالراديان بير سكند، لاحظ الآن بالنظام الدولي الباور بالوات والأوميجا بالراديان بير سكند. طبعًا أحتاج قيمة التورك ليش؟ لأن حتى أوجد الـ WT. لأن حقيقة القوة اللي راح تسبب لي تورك أو خلينا نقول عزم التدوير هي فقط WT. ليش؟ لان دبليو تي ذراعه راح يكون هو الار مال جير بي. هذا اذا تاخذ انت مومو تحول هذا السنتر او السنترويد مال جير لازم تقول القوه في ذراعه، الذراع طبعا راح يكون ايش؟ هو نصف قطر الجير بي، ما تمام؟ لكنه الدبليو ار هذه ما بها عزم حول السنتر مال البولي مال عفوا الجير بي، ليش؟ لانه هي تمر بالسنتر. اذا الراديال فورس هي فقط تسبب لي بيندنج مومنت لكن ما تسبب لي تورك، يعني ما تسبب لي عزم تدوير. اذا اللي فقط اللي ينقل لي الباور هي فقط دبليو تي، فقط دبليو تي هي راح تتكفل بنقل الباور. فايش تساوي دبليو تي؟ طبعا هذا قانون جاهز 2 تي على دي. طبعا هو ما قانون جاهز انه هذا، هو واضح جدا احنا نعرف انه التورك يعني تضرب طرفين وسطين الان التورك راح يساوي دبليو تي في دي على 2. دبليو تي في دي على 2، دي على 2 شنو؟ نصف القطر. اذا دبليو تي في نصف القطر وجدت التورك، يعني فقط انا المعادله خليتوها بدلاله الدايمتر، فقط خليتوها بدلاله الدايمتر، فالدبليو تي ايش تساوي؟ 2 تي على دي. بس انتبه الى نقطه مهمه، طبعا الدبليو تي ما بين الجيرز يعني سواء البينيون اي او الجير بي هي نفس الدبليو تي نفسها، والدليل انه هي نفس القيمه
في هذا المكان كفعل ونفس رد الفعل لكن اتجاهها مختلف، لكن قيمتها، أتكلم الآن عن القيمة، القيمة لها ثابتة ما بين يعني قيمتها على الـ A أو قيمتها على الـ B نفس القيمة، أوكي؟ لكن أكيد بتغير الاتجاه. فأنت حتى تحسب الـ WT لازم تكون حذر جدا. إم طبعا يعني إذا تريد تأخذ القيمة WT تحسبها من البينيون A لازم تأخذ التورك مال A مع الدايميتر مال A، يعني WT ممكن تساوي 2 TA على DA وأيضا تساوي 2 TB على DB. يعني أنت التورك هذا إذا كان مال A لازم الدايميتر في المقام يكون مال A. إذا أخذت أنت قلت والله أنا التورك مال أي ما موجودي عندي، أعطاني مثلا التورك مال بي، أخذ التورك مال بي وأخذ الدايميتر مال بي. انتبه يعني لا تروح تأخذ التورك مال بي وتأخذ الدايميتر مال أي، لا، إما تشتغل على البينيون أي كتورك وريديوس أو تشتغل على الجير بي كإيش كتورك وريديوس، أوكي؟ فهاي نقطة إيش جدا مهمة. طيب بالنسبة للراديال فورس تفيدنا نحسبها كما قلنا اللي هي تنطيني بيندينج مومنت. ال WR ايش يساوي؟ طبعا واضح جدا اذا تلاحظون انه WT و WR هي مركبات والمركبات متعامدات، فحتى اوجد فعندي معناتها حتى اوجد WR انا اعرف ان ال WR ايش تساوي؟ واضح جدا هي WT نفسها في تان فاي. واضح؟ الفاي طبعا حقيقه يمكن ما واضحه يعني ما ذكرتها بهالمكان. الفاي هي هاي يسموها البريشر انجل، هذه لاحظوا هذه، هذه هي ايش؟ هذه هي الفاي، هذه هي الفاي. طبعا قيمها بها ثلاث ستاندرات، ستاندر تقريبا اهمل او ترك اللي هو ال 14.5، يسمونه 14.5 درجه يعني مقدار 14.5 درجه. وعندنا اكثر شيوعا ولا زال مستخدم و 90% من الحالات موجوده بالسبر بالجير سواء كان سبر او كان هيليكال جير. يعني البريشر انجل او النورمال بريشر انجل راح تكون قيمتها 20 درجه اقل استخداما بس موجود اللي هو ال 25، اوكي؟ فهذا ايضا موجود لكنه ايش اقل استخداما. عموما هاي هي البريشر انجل. فانت اذا ترسم طبعا مثلث قائم الزاويه وهو في هذا المكان، طبعا هذا يمثل الدبليو تي، هذا راح يمثل ايش؟ هذا هو دبليو ار، تمام؟ هذا الضلع هو دبليو ار نفسه، هذا الموجود في هذا المكان بس نقلتوها وين؟ في هذا المكان. فانت من تقول ايش راح تقول؟ راح تقول تان فاي يساوي المقابل دبليو ار على دبليو تي طرفين وسطين، فمعناته دبليو ار يساوي دبليو تي في تان فاي. البي طبعا كما قلنا هي الباور بينج ترانسميتد، الباور اللي تنقله سواء الباور يعني اللي داخل الشفت او الخارج من الشفت، يعني اكون امور مهمه. لكن احنا نتكلم على الجير، يعني سواء ممكن يكون الجير هو اللي ينطي الباور او الجير ياخذ السلم باور. فالمهم الباور ما تكون بالهورس باور اذا كان بالنظام الامريكي او كان عفوا يكون بالواط اذا كان بالنظام الدولي. الان روتيشن سبيد او روتيشنال سبيد اما تكون ار بي ام طبعا اذا امريكي، ويكون راديان بير سكند اذا كان الدولي. التورك كذلك التورك على الجير اللي اخذناه من القانون، اما يكون بالباوند انج او مرات يسمونه انج باوند، اوكي، او يكون بالنيوتن متر اذا النظام الدولي. وايضا الداميتر كما قلنا هو الداميتر هو البيتش داميتر اوف جير. فانت عندك البيتش داميتر مال جير عندك تو جيرز، عندك اي وبي، فعندك اكو دي مال اي، اكو بيتش داميتر مال اي اسمه دي اي، واكو بيتش داميتر مال بي اسمه دي بي. طبعا الفاي كما قلنا ظهرت الان امامنا اللي هي البريشر انجل اوف ذا جير، وقلنا هي هاي البريشر انجل اللي تكون ما بين الريزلتنت فورس دبليو وما بين الاكس اكسس او ما بين الهوريزونتال اكسس. طبعا احنا ثبتنا دبليو تي وثبتنا دبليو ار لان هاي القيم احتاجها في حساب البندنج مومنت، وايضا الدبليو تي يحتاجها في حساب التورك. طبعا الان ناتي الى ما يسمى بالهيليكال جيرز، هذا هو نوع اخر من الجيرز يسمونه هيليكال. هيليكال يعني اسنان المائله. لاحظوا هاي الاسنان ليست مثل السبر، السبر كانت اسنانه ايش؟ موازيه للاكسس اوف روتيشن، هذا هو الاكسس اوف روتيشن. لاحظوا الاسنان مائله، اوكي؟ طبعا هذا تصميمه شويه معقد اكثر وصناعته ومكلف اكثر، وبينهما ميزات جيده جدا ان شاء الله ناخذها في المرحله الرابعه من حيث انه ما بينه نويز،
ينقل باور اعلى، مقاومته للفتيك اعلى، يقاوم يعني يقاوم ما يسمى بالكونتاكت ستريسز اللي يجي من الامباكت، السن يضرب على السن يصير نوع من الامباكت او الشوك على السن. فهذا يعني كل هذا يعني بين خصائص ومزايا جدا اعلى من السبرجير، ولذلك يكون عاده يعني اكثر كلفه. طبعا السبور جير، عفوا الهيليكال جير، راح يضاف له شيء اخر مكان ما بس كان عندنا دبليو تي اللي هي التانجيشال او يسموها ترانسميتد لود اللي هي دبليو تي، وكان عندنا دبليو ار اللي هي الراديال فورس او اللود. ايضا باضافه الى هاتين القوتين راح تظهر عندنا قوه ثالثه بالايش بالهيليكال جير اللي هي نتيجه ميلان الاسنان، راح يظهر عندنا ما يسمى بايش بالاكسيال فورس. الاكسيال فورس طبعا إذا تلاحظون هو أخذ لك 3 dimension لهذا الهيليكال جير، لاحظوا الأسنان، وأيضا أعطاك 3 planes، ظهر عندك الآن 3 planes. عندنا البلين هذا يسمى بالأكسيال، لاحظوا الأكسيال هو هذا الشفاف، لاحظوا هذا هو الأكسيال بلين. النورمال بلين هذا الغامق، هذا بالمنتصف، هذا هو كله شو يعتبر، هذا هو نورمال. الترانسفيرس بلين العرضي اللي هو هذا، او المستعرض اللي هو هذا، واضح؟ هذا هو اللي هو يمثل الايش؟ الترانسفيرس بلين. طبعا الان البريشر انجل بما انه ظهر عندنا نورمال بلين وظهر عندنا ترانسفيرس بلين فراح تنقسم الى قسمين. يعني ما راح يكون عندنا فقط فاي واحده مثل سبرجير، لا، راح يظهر عندنا ما يسمى بفاي تي. فاي تي هذه، راح يظهر عندنا ما يسمى بفاي ان. طبعا الفاي تي هي ترانسفيرس بريشر انجل، هي اي زاويه؟ هي الزاويه المصنوعه ما بين هذا الخط، تلاحظون هذا الخط الاسود، خلي نرجع الى البين حتى تكون شويه امامكم واضحه الليزر بوينتر. لاحظوا هذا اللاين، تشوفون هذا اللاين الاسود، هذا اللاين الاسود هو مسقط القوة الرئيسية، هاي القوة الرئيسية على الترانسفيرس بلين. يعني هسه إذا سقط فد خط من هاي القوة المحصلة هذه اللي تنقسم إلى ثلاث قيم WR و WT و WX، ظهرت عندنا الأكسيال فورس، إذا سقط هذه على الترانسفيرس بلين راح تظهر عندك، يظهر عندك هذا اللاين الأسود. فالزاوية المصنوعة ما بين طبعا هاي WT بالمناسبة، هذه هي WT وهذه هي الدبليو ار، وهذه التي يمكن ما واضحه كثير اذا تلاحظوها، هذه هي الدبليو اكس. اوكي، فالزاويه ما بين دبليو تي اللي هي ترانسميتد فورس وما بين المسقط البروجكشن او المسقط مال محصله القوه على ترانسفيرس بلين اللي هو هذا اللاين الاسود، هاي يسموها فايتين، هذه يسموها فايتي اللي هي ترانسفيرس بريشر انجل فايتي. وطبعا اكثر الحسابات نجي عليها ان شاء الله في المرحله الرابعه، معظم الحسابات تتم على الفاي، على الفايتي، يعني كل الحسابات، لانه الترانسفيرس بلين هو الترانسفيرس، هو البلين الرئيسي اللي تتم فيه نقل الحركه عن طريق دبليو تي. طبعا عندنا الفاي ان، الفاي ان هي الزاويه ما بين الريزلتنت فورس وما بين هذا البلين اللي هو سمانه tangential plane. لاحظوا يمكن العبارة ما واضحة كثير، هذا هو tangential plane اللي هو هذا الهوريزونتال، يعني هذه القاعدة، لاحظوا هذه القاعدة. فما بين الفاي ان هي ما بين القوة المحصلة القوة الثلاث وما بين البروجيكشن المسقط ماله على ايش؟ على التانجينشال بلين. نعم تفضل استاذ، هي مع نفس الفاي تي؟ لا ما على نفس البلين. لا ما نفسه، ما راح تكون نفسها، راح يكون بها فرق قليل، الفرق بيناتهم جدا قليل، يمكن ما ملاحظ كثير الفرق بيناتهم، طبعا جدا جدا قليل. يعني الفاي ان، الفاي تي شوي اكبر من فاي ان، يعني اذا كنا مثلا قلنا فاي ان مثلا 20، الفاي تي تكون 22، فبيناتهم بس درجتين، بس هاي الدرجتين تاثر على الكالكوليشن مالتنا. اوكي واضح؟ اوكي استاذ. طيب شوي هذا الرسم ما كلش واضح، يعني ما واضح قصدي من حيث الملاحظه اللي ذكرتها انت، الفرق بين الفاي ان والفاي تي. نعم
قد يبدو انه ماكو ذاك الفرق، لكنه هو الفرق موجود، لكنه ان شاء الله ان شاء الله في المرحله الرابعه راح نعطيكم يكون الشكل شوي اوضح. بس انا حبيت اركز على البلينز وركز على الدبليو لود، يعني هو يهمنا الدبليو تي والدبليو ار والدبليو اكس. الهيليكس انجل هاي زاويه يسموها بساي، هيليكس انجل هذا الرمز هو بساي، هاي الزاويه اللي تكون هذه، لاحظوا هاي هي البساي واضحه اللي تكون على ال 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 ايش يسمونه هذا عفوا احنا قلنا تانجينشال، يمكن نعم تانجينشال، تانجينشال بلين نعم، اللي هو الهوريزونتال اللي تكون ما بين البروجكشن وما بين الدبليو تي، هذه هي البساي. اوكي، اذا هل تتوقعون انه لنفس الباور التورك اللي ينقله الهيليكال جير اعلى من التورك اللي ينقله السبور جير لو اقل؟ يعني لنفس الباور، ها انا اتكلم الان لنفس الباور، يعني جبت سبور جير وجبت هيليكال جير واعطيته بنفس الباور، خلينا نقول مثلا 20 هورس باور، من ينقل الباور؟ الهيليكال، الهيليكال راح ينقل اكثر. نعم. ليش محمد؟ استاذ عده اشياء ايضا، مثلا ظهرت عندنا الاكسل، يعني انا تعرف جيتوا على ايش؟ انا جيتوا من قيمه دبليو تي، يعني عاد اتكلم على تقريبا قيمه دبليو تي، يعني كفاءه الافشنسي لنقل الباور الهيليكال احسن، الهيليكال احسن من حيث انه، يعني اعطيك مثال هسه الدبليو، ما انت عندك الدبليو راح تنقسم ثلاث مركبات، بالسبرجير عندك تنقسم بس مركبتين، فجزء من الباور، جزء من الباور المنقول راح يضيع. ليش يضيع؟ لانه الراديال والاكسيال اثنين راح يعملون ايش؟ ما راح ينقلون باور، فراح يقللون على حساب ايش؟ راح يزيدون على حساب دبليو تي، فالتورك المنقول يكون اقل، فلنفس الباور راح يصير عندك فقدان اكثر. صورت الشيء استاذ محمد، تسمح لي بمداخله استاذ محمد؟ اي تفضل دكتور. اي طلاب، انتوا الجير هذا مو اخذتوه يعني بصف ثاني بالميكانيكال دراوينج لو ما ماخذيه؟ ماخذين الجير لا ماخذين كلها الرسم ومفروض وبالثير اوف ماشين ده تاخذوه زين. بالسبير جير اسلوب التعشيق واسلوب التعشيق بالهيليكال جير اخذتوه لو ما اخذتوه؟ هذا كله انتم ماخذين وماخذ وتعرف كل زين، يعني اسلوب التعشيق شلون يصير اسلوب التعشيق بين تو جير، يعني يعني الميتنج بين بتوين، يعني الجيرنج اللي يصير بين الجير والبينيون بالنسبه للسبير جير وبالنسبه للهيليكال جير، ماخذين لو ما ماخذين؟ اخذين دكتور. اي مو ماخذين، انه عاده انه السبير جير يصير بي نوعا ما ضوضاء، ليش؟ وليش الهيليكال جير اقل؟ لانه اساسا الهيليكال جير التعشيق مالته يصير تقريبا سن ونص، بينما بالسبير جير فقط سن واحد، هذا ايضا له تاثير بعمليه نقل العزم ونقل القدره، ايضا كلها له تاثير. هذا انت كله ماخذيه، يعني ماخذيه المفروض انتم بالميكانيكال دراوينج ماخذيه، المفروض ماخذيه بالثيوري اوف ماشين، تعرفون كل الزين. يعني اسلوب التعشيق بالسبير جير يختلف عن الهيليكال جير. اوكي شكرا استاذ محمد، تعذرني على المداخله. يعني لا العفو دكتور، جزاك الله خير، شكرا جزيلا على المداخله. اذا شباب بالنسبه التانجنشال فورس او الترانسميتد فورس دبليو تي ايضا راح تساوي 2 تي على دي. طبعا التورك انا ما ذكرته معادلته، لان هو التورك اما يساوي 63 الف في الباور على ان اذا نظام امريكي، ويساوي الباور على الاوميجا اذا كان بالنظام المتري او الدولي، فما ذكرتوها، لكن دبليو تي ايضا راح تساوي نفس القيمه 2 تي على دي. Radial force طبعا ال WR راح يساوي WT tan phi n على cosine psi، وهي شرح ايضا عندكم دكتور علاء، فهذه ايضا احتاج قيمه الراديال، لكن ايضا الان احتاج ايضا الى حساب قيمه ال WX اللي هي الاكسيال فورس. الاكسيال فورس ايش تساوي؟ تساوي WT في tan psi، يعني هاي اللي فرق عندنا حقيقه هي ال WR وال WX. ال WT حسبتها من 2 تي على دي، والتان phi n المفروض انطيك اياه بالسؤال، تعطى في السؤال، يعني اقول لك النورمال بريشر انجل فاي ان، ومقسمه على كوساين بساي، وانطيك ايضا الهيليكس انجل مال ميلان الاسنان، وانت تحسب الدبليو ار مباشره، واذا عندك ايضا دبليو تي والبساي ايضا تستطيع ان تحسب الاكسيال. فمن وجدت هذه القوى الثلاث قيمه احتاجها طبعا لتثبيتها على الشيفت، وبالتالي
ايضا تعتبر من القيم المؤثره في حساب سواء التورك او البندنج مومنت. الان ناتي الى ستريت بيفل جير. ايضا دكتور علاء اعطاكم ستريت بيفل جير، هذا هو بيفل جير كما مر عليكم سابقا. طبعا هذا الرسم ايضا اعطاك مو دكتور علاء في المحاضره النظريه، لكن فقط اذكركم بشويه بعض يعني لانه راح نحل السؤال فلازم اذكركم شويه ببعض المصطلحات. طبعا خلينا نبدا بالقانون ونعلق على الرسم. بالنسبه للتانجينشال او ترانسميتد فورس، طبعا الدبليو تي ترانسميتد عفوا ايضا مرت علينا قبل شويه، تذكرون قلنا عندنا بينيون وجير، والصغير يسمونه بينيون والكبير يسمونه جير، يبقى كما هو. ف طبعا دبليو تي للبينيون هي نفس الدبليو تي للجير، وهي ذكرتوها ملاحظه ايضا في سبير جير، قلنا الدبليو تي ترانسميتد لود هي نفسها ما تتغير، لكن اما ايش تحسبها؟ اما ان تحسبها من التورك تي بي على ار ام او من تي جي على ار جي. يعني انت لازم تنتبه انت من تتعامل مع حساب الترانسميتد لود او التانجينشال فورس لازم تحسبها ايش، اما تورك مال بينيون مع الار ام مال بينيون او التورك مال جير مع الار ام مال جير. اوكي، فلازم تكون حذر في هذه النقطه، لكنه هي كقوى نعم متساويه. طبعا اذا نجي نلاحظ، اذا تلاحظون يا شباب بالنسبه لل هاي الدبليو تي بي، لاحظوا هاي الدبليو تي بي، هذا هو الار ام. الار ام هو يقصد بينه المين، المين راديوس، يعني ياخذه حقيقه المين راديوس ياخذه من السنتر مال الجير الى تقريبا منتصف الاسنان، يعني ما ياخذه لا الدايمتر الصغير ولا الكبير، وانما يعتمد على منتصف الاسنان اللي هو حقيقه ايضا يعتبر يسمونه البيتش دايمتر. اوكي، فعندنا دبليو تي بي، لاحظوا الدبليو تي بي في الحقيقه بالنسبة للبينيون هي نفسها الدبليو تي بالنسبة للجير، بس نعم بس البروجيكشن يختلف. طبعا لاحظوا هذا، انظروا التوب فيو، هذا الجير عاد انظروا التوب فيو، يعني عاد انظروا من الأعلى، من هنا انظر على من الأعلى من واي إلى الأسفل، أما هذا عاد انظر له إيش، عاد انظر له بالاكس اكسس، عاد انظر له يعني كانه فرونت فيو. اوكي، فيختلف. فللوهله الاولى يبدو انه دبليو تي بي لا تساوي دبليو تي جي، لا دبليو تي بي هي نفس دبليو تي جي، لكنه هذا توب فيو وهذا سايد فيو، ف يعني حتى لا يصعدكم التباس في الامر. اما بالنسبه للبقيه او يعني سواء دبليو اكس بي او دبليو ار بي، يعني قبل لا اذكر ايضا ظهرت عندنا ملاحظه امامكم الان انه where rm is the mean radius of the pinion، فانت اذا تتعامل مع البينيون تاخذ small rm، اذا تتعامل مع الجير تاخذ capital rm. اوكي، لحساب عاد احكي لحساب الدبليو تي. اوكي، فلازم تنتبه على هذه الملاحظه انه التورك والراديوس يكون على نفس القطعه اما للبينيون او للجير، ما يصير تخلط بيناتهم. The value of rm can be computed from، طبعا هذه القيمه ايضا اعطاكم يا دكتور علاء في حساب المين فاليو اللي تساوي طبعا الار ام يساوي دي على 2، الدي اقصد بينه لايش؟ البيتش دايمتر مال ايش؟ مال بينيون، اقسمه على 2 ناقصا اف على 2، الاف هو الفيس ويدث، تعرفون الفيس ويدث مرت عليكم، الفيس ويدث بالنسبه لي ايش ايش هو الفيس ويدث؟ الفيس ويدث هو هذا. اوكي؟ هو هذا، هو او هذا تقريبا، ممكن يعتبر هذا او نعتبر هذا فيس ويث. نعم، بالنسبه للهيليكال جير ايضا يعتبر هذا هو الفيس ويث، وبالنسبه للبيفل جير ايضا يعتبر هذا الهوريزونتال على طول الاكس اكسس يعتبر اف، فاقسم اف على 2 واضربه في ساين جاما فيطلع عندي الار مين. اوكي، هذا هو الار مين، يعني هو عباره عن قيمه. اذا تريد تحسب الكابيتال ار ام نفسه هو الدي على 2 ناقصا اف على 2 ساين جاما، ما يختلف، بس الدي اخذ الكابيتال دي، يعني اخذ الدي مال جير، يعني تحسب الكابيتال ار ام مال جير. الاف اذا كان الاف نفس الاف، وهو طبعا لازم عاده يكون نفس الاف، بعض التطبيقات الفيس ويث مال البينيون ما يساوي الفيس ويث مال جير، لكن احنا عموما اذا سكتنا عن الامر لا نعتبره نفس الفيس ويث، فهي نفس الاف ومضروبه في نفس الجاما
القامة إذا تلاحظون هي البيتش كون أنجل فور بينيون اللي هي هاي الزاوية قامة، هاي لاحظوا هاي الزاوية قامة للبينيون، وعندي زاوية قامة طبعا يعني إذا صح التعبير للجير يعني الكبير. فمن أجي أخذ قامة لازم أكون حذر، القامة مال شو اسمه مال بينيون لا تساوي القامة مال جير، واضح؟ فانتبه الى هاي الملاحظه. لكن احنا عاده يعني 90% من الحالات انه البينيون هو يعني اكثر الحالات هو درايف والبيفل هو دريفن، هاي معظم الحالات يعني يكون من نوع ريدكشن جير، يعني ابدا بسرعه عاليه وانتهي بسرعه ايش سرعه قليله. فعاده يستخدمون البينيون، ولذلك هو اخذ لك على سبيل المثال البينيون في عمليه الحسابات. بالنسبه للراديال فورس لحظه اكو نقطه مهمه انه الدبليو ار مال بينيون يعني اقصد بها الراديال فورس فور بينيون ايش تساوي؟ تساوي دبليو تي في تان فاي في كوساين جاما. طبعا هي عمليه اشتقاق بس احنا نزلنا الكميه مباشره، فهاي تحفظها، هاي تحفظها كما مثل هيليكال جير ايضا تحفظ هاي القوانين. وانتبه من الساين والكوساين، واذا تقسم او تضرب هاي كلها ايش انت تعتمد على نفسك في حفظها، طبعا لازم تحفظها. طبعا لاحظوا ملاحظه مهمه انه الدبليو ار بي هو نفسه دبليو اكس جي، يعني لاحظوا الان الدبليو ار بي هاي الدبليو ار بي واضح هي نفس الدبليو اكس جي. لاحظوا هذا الفيو المسقط وهذا الفيو المسقط هي في نفس البلين، اذا استطيع انه ايش انه اتم اقوم بعمليه مقارنه بيناتهم. فدبليو ار بي هي نفس دبليو اكس جي لكن ايش متعكسين بالاتجاه، لانه هو فعل ورد فعل. لاحظوا دبليو ار بي هي نفس دبليو اكس جي لكن من ايش مختلفين متعاكسين بالاتجاه. ايضا دبليو اكس بي يعني اقصد بها الاكسيال فورس فور بينيون اللي هي دبليو اكس بي هي نفس دبليو ار جي اللي هي الراديال فورس بالنسبه للجير، لكنه ايش مساويين بالمقدار ومتعاكسين بايش بالاتجاه. طبعا هاي الملاحظه ايضا ذكر لك اياها في اذا تلاحظون في الشكل هذا انه دبليو تي بي هي نفس دبليو تي جي، الترانسميتد ما تختلف للبينيون والجير. الدبليو اكس بي هي دبليو ار جي والدبليو ار بي هي دبليو اكس جي. يعني مثلا على سبيل المثال انا اعطيتوك بيفل جير وهذا ينقل البينيون باور، اعطيتوك التورك اعطيتوك الباور او اعطيتوك التورك الباور عفوا واعطيتوك الار بي ام وحسبت التورك مثلا ثم حسبت دبليو تي، بعد ما حسبت دبليو تي للبينيون هي نفس للجير، لكن الان اشكو تحسب دبليو ار بي وراح تحسب دبليو اكس بي. من تيجي انا اشغل منك اقول لك صمم لي الشفت اللي يحمله الجير البيفل جير هذا الكبير، فتقول انا زين دقيقه انا ما عندي دبليو ار جي ولا عندي دبليو اكس جي، اشون ايش اعمل؟ اقول لك ارجع الى البينيون خذ الدبليو ار بي هي نفس دبليو اكس جي وخذ الدبليو ار جي هي نفس ايش دبليو اكس بي. اذا لاحظتم المساواه هذه ايش قد مهمه، لانه انت ممكن تصمم الشفت هذا مال الجير الكبير البيفل جير هذا الكبير فتحتاج كثير من القيم من البينيون ايش تاخذها من البينيون وتسقطها على هذا الجير حتى ايش تحسب الداميتر مال الجير هذا الكبير. طيب الان نذهب الى التشين سبروكيت. طبعا التشين سبروكيت اخذناها يعني الموضوع السابق كان عن تشين سبروكيتس وقلنا شلون نحسب الباور وقلنا انه عندنا ما يسمى بالسيرفيس فاكتور واضرب السيرفيس فاكتور بالاكتوال باور واحصل منه على الديزاين باور او سميناها ريتد باور ثم اذهب الى الجداول تذكر وكل هذه واختار سبروكيت معين. وحتى في الامتحان يعني جاكم سؤال كان عن التشين في امتحان اليومي السابق. طبعا التشين سبروكيتس اكو ملاحظه مهمه شويه تختلف عن البيلت في بعض الامور، انه في البيلت كان عندنا تي 1 في الاعلى اللي هو بالتايت سايد تذكرون، وكان عندنا تي 2 بالسلاج سايد اللي هو الجانب الراخي او المرتخي هذا او المترهل. اوكي في التشين حقيقه ما عندنا فورس في السلاج سايد، ليش؟ لانه هي اصلا بيها ساجين، تعرفون الساجين تكلمنا عن المحاضره السابقه اللي هو نوع من الترهل المسموح به، ترهل مسموح به. فعاده انت من تنظر الى التشين اي تشين هسه تنظره حتى اذا ما كان في الدراجه الهوائيه مثلا على سبيل المثال راح تلاحظ انه التشين مترهله، فمن تشتغل كباور
تلاحظ أنه الجانب العلوي مشدود بشكل قوي جدا، والجانب السفلي يكاد يكون nothing يعني ما عندك أي شيء. ولذلك فعلا الفورس الموجودة في السلاك سايد هي قيمتها صفر، يعني ما قيمتها مثلا F2، لا قيمتها صفر. أما القيمة الوحيدة اللي راح تنقل لي هاي الباور هي F sub C اللي هي القوة الـ F of chain، force of chain اللي راح تكون فقط في التايت، في التايت سايد. أوكي طبعا التورك ايضا انا نزلتوها طبعا حتى لا تقولون يعني منين اوجد التورك. التورك هو احنا كنا اخذناه تذكرون احنا من جاكم السؤال كان بالنظام الايش، السؤال مالتنا كان بالنظام الامريكي كذلك لانه الجداول كله بالنظام الامريكي، بس كنا هنا كمان نحتاج الى التورك، يعني ما دخلنا ما طرقنا الى موضوع التورك. اوكي لانه ما احتجنا نحسب اف سب سي قوه القوه الموجوده في التشين. ليش؟ لانه كنا فقط نقوم بعمليه التصميم فقط، وكنا الفورس هذه ناخذها من الجداول يقول لك مثلا البريكنج فورس القوه اللي راح تتحطم عند السلسله مقدارها كذا. فانت تحاول انه تشتغل على ايش، من تاخذ فد خلينا نقول تروح على الستوك المخازن مال الشركات وتطلب منهم فد ستاندر معين يقول لك هذا الستاندر لهذه البيتش مثلا مال تشين ولهذه الباور ولهذا التورك ولهذا الار بي ام البريكنج فورس مقداره كذا. طيب انت تقول انا كل هاي القوى اللي ذكرها انا القيم اللي ذكرها كلها اقل منه انا، فمن تروح تاخذ ستاندر انت اعلى انت مطمئن انه ما راح تنقطع السلسله لان انت قاعد تنقل باور اقل وتورك اقل وسرعه مالتك مثلا اقل، فانت بالسيف سايد. ولذلك ما تطرقنا الى حساب الاف سب سي هاي الفورس مال التشين، لكن الان نحتاجه لان هاي الفورس مال التشين راح تظهر على الشيفت اللي يحمل السبروكت، فلازم اقوم بحسابه. طبعا التورك ايش يساوي؟ يساوي نفس القانون اذا كان نظام الدولي 63000 في بي على ان، واذا كان بالنظام عفوا نظام امريكي اسف راح يكون 63000 في بي على ان، ونفس التورك راح يكون بالاس اي يونتس اذا راح يكون الباور على اوميجا. الان احتاج ان احسب اف سب سي اللي هي هاي القوه مال التشين الرئيسيه. هي ايش تساوي؟ انت عندك احد خيارين، اما ان تحسبه من السبروكيت الصغير او تحسب من السبروكيت الكبير، هاي يمك انت. فانت شوف من اي تورك معلوم عندك، فاذا انا اعطيتك مثلا الباور والان البي والان مال السبروكيت الصغير تقول انا عندي باور مال السبروكيت الصغير من الجداول الاخر، او من احسبه عندي الاكتوال اضربه في 1. مثلا 3 شاشق السيرفيس فاكتور مالي وجدت الديزاين. طبعا لاحظوا هاي هي الديزاين باور وليس الاكتوال باور، هذه من تصمم هوني راح تعتمد على الديزاين باور. فالديزاين باور الموجوده عندك موج معلومه، والان ماس بروكيت الصغير مثلا اعطيتك هي ار بي ام، قلت اطيق اقسم بي على ان او بي على اوميجا واوجد التورك. فالتورك مثلا مال اي معلوم، طيب انت التورك مال بي مجهول، ليش تروح تحسب الاف سب سي من التورك مال بي والتورك مال بي ما معلوم؟ فانت تتحرك حسب المعطيات اللي عندك في السؤال. فانت تقول التورك مال اي معلوم، يعني عندي باور وان باور وار بي ام وجدت التي، عندك الدايميتر انت فرضت عدد الاسنان تستطيع ان تحسب بي دي 1. تذكرون بي دي 1 اخذناه اللي هو بيتش دايميتر اوف تشين، تذكرون كنا نحسبه من قانون ما تمام بدلاله ايش؟ تذكرون من عدد الاسنان ممكن نحسبها، ويعني ممكن انه يحسب. فمن حسب نانو دي اي معلومه وتي اي معلوم خلص وجدت اف سب سي، اقول 2 في تي اي على دي اي وانتهى. لكن اذا انا اعطيتك مثلا البي الباور مال البولي بي او عفوا السبروكيت بي الكبير يعني اللارج سبروكيت، واعطيتك الدايمتر مال اللارج سبروكيت دي بي، خلص تقول اقسم اضرب في 2 التي بي وقسم على دي بي ووجدت الفورس. فانت لازم ايضا تتحرك من المعطيات الموجوده عندك في السؤال. طبعا هل يخدمنا انه نتعامل مع اف سب سي هاي الفورس يعني كمحصله؟ لا، الافضل اتعامل معها كمركبات. ليش؟ لان انا حقيقه احتاج المركبات اكثر ما احتاج الريزلتنس حاليا في عمليه التحليل القوى. المركبات تفيدني اكثر، يعني انا احول القوى الى مركبات ثم بعدين ايش احسب من البيندنج مومنت، والبيندنج مومنت ارجعه او احسب منه مثلا الشير فورس، راح يجينا طبعا السؤال، ومن احسب الشير فورس بعد ما احوله الى مركبات ارجع الى محصله واقوم بحساب الدايميتر بناء على محصله البيندنج مومنت او محصله الشير فورس. طبعا هاي التفاصيل راح تجينا بالمثال بالتفصيل، فانت مطمئن انه انا فقط اشرح لكم انه الاف سب سي لا لازم احللها الى مركبتين، فيصير عندي اف سب سي اكس
فاذا احللها طبعا اذا تلاحظون هذا الرسم امامكم الان، هاي هي الاف سب سي الكليه، هاي المحصله، وده قسمها الى مركبه بالواي اكسس فسميته اف سب سي واي، وعندي مركبه بالاكس اكسس سميته اف سب سي اكس. فاذا معناته اكيد الاف سب سي اكس ايش راح تساوي؟ راح تساوي الريزلتنت اللي اف سب سي مضروب في كوساين ثيتا، واكيد بالنسبه لي اف سب سي واي راح تكون اف سب سي في ساين ثيتا، والثيتا حقيقه هي هاي الزاويه. طبعا انا ايضا اعطيتكم هي حتى لا تقولون منين نجيبها. راح تجينا ايضا قيمه الثيتا، وهاي كنت بتحسبوها انتم بثيتا 1 وثيتا 2، تتذكرون ثيتا 1 ثيتا 2 كنا نقول ثيتا 1 تساوي 180 زائدا 2 في ساين انفيرس دايمتر ناقص دايمتر مثلا على سنتر ديستانس او ما شابه ذلك، يعني راح تجينا ايضا هاي طبعا الان. طبعا الدي اي اذا تلاحظون الدي اي هو البيتش دايمتر اوف درايف سبروكيت، اعتبر انه هو هذا الدرايف، يعني هذا هو السمول سبروكيت هو الدرايف، يعني الانجن المحرك سواء كان كهربائي او توربيني او اي سي انجن او ديزل او هيدروليك، كله مرتبط ايش؟ راح يرتبط على هذا ايش؟ على هذا الشفت، فهذا الشفت هو الدرايف. اوكي، فالدي اي هو احنا كنا نسمينه طبعا دي بي 1، تذكرون دي بي 1 هو دي اي نفسه دي بي 1، اما يكون بالانج او المتر حسب النظام اللي تستخدمه. ودي طبعا دي بي اكيد هو البيتش دايمتر اوف ذا دريفن سبروكيت اللي هو اللارج سبروكيت، واللي كنا نسميه دي بي 2. طبعا نجي على ثيتا، طبعا هاي ثيتا اللي تهمك انت، ليش؟ لانه ثيتا احتاج في حساب المركبات F sub CX و F sub CY. فثيتا شو تساوي؟ لاحظوا هي ساين انفيرس دي بي 2 ناقصا دي بي 1 على 2 في السنتر ديستانس. طبعا دي بي 2 حتى بس لا تتوهمون، الدي بي 2 يقصد بها البيتش دايمتر للسبروكيت الكبير اللي هو الدريفن، هو نفسه دي بي، هو نفسه سمانه دي بي، يعني دي بي هو نفسه بي دي 2، ودي اي هو نفسه بي دي 1. اوكي، يعني بي دي 1 هو السبروكيت الصغير ودي بي 2 هو السبروكيت الكبير، اقصد بينه الدايمتر او البيتش دايمتر. السنتر ديستانس تعرفوا اخذناها اللي تكون ما بين سنتر اي وسنتر بي. اوكي، يعني لاحظوا احنا الان نصمم شفت بعد ما كملنا كل التصميمات تشين، يعني هاي الامور اللي موجوده عندك في التشين من حيث البيش، من حيث الدي بي 1 دي بي 2 ثيتا 1 ثيتا 2، يعني لاحظتم هاي الامور كلها اللي كان نتناولها، طريقه التزييت كل هاي احنا كنا تجاوزناها الان وكملنا التشين وجينا بس نصمم الشفت. اوكي طيب، الان ننتقل الى الفي بيلت شيفز. طبعا الفي بيلت شيفز شوي تختلف شويه عن تختلف عن التشين، لانه حقيقه راح يظهر عندي الان اف 1 واف 2، تعرفون البيلت بينه اف 1 واف 2. اوكي طبعا اول شيء عندنا ما تسمى بالبيدنج فورس اون شيفت. انا اهم شيء يهمني في البيلت انه احسب الفورس اللي تسلطها البولي نتيجه طبعا نتيجه الدوران تسلطها على الشيفت. اوكي، فالفورس المسلطة على الشفت ايش تساوي؟ هو هذا قانون تحفظونه جاهز طبعا، موجود عندكم ايضا في الكتاب وايضا دكتور علاء اشار اليه في المحاضره النظريه السابقه، هو يساوي 1.5 في تي اي على دي اي على 2. لاحظوا هاي من يعني من اجيب لك انا في سؤال من الاسئله، اقول لك عندك في بيلت شيفز، انت راسا يجي ببالك ان تحسب اف بي، اف بي يقصد بها البيندنج فورس او الفورس اللي تسبب بيندنج للشفت. اوكي زين، تقول هاي الاف بي لازم اوجدها، طيب ايش اوجد هاي الاف بي؟ هي تساوي 1.5 في تي اي على دي اي على 2. طيب يعني ايش راح تساوي؟ معناته راح تساوي طبعا اذا تطلع الاثنين للاعلى صعدها للاعلى، 2 في 1.5 3، فراح يصير 3 تي اي على دي اي. طيب ممكن شخص يسالني يقول لي استاذ زين انا ممكن اوجد اف بي من الـ الشيف بي من هاي الشيف الكبيره هذه؟ اقول نعم ممكن، نفس القانون، بس اشنو؟ لازم تنتبه الى نقطه مهمه، انه التورك يكون تورك مال بي والدايمتر يكون الدايمتر مال بي. اوكي، لانه هاي القوتين اف بي هي فعل ورد فعل، فمن حيث المقدار مساوين، اذا بس لازم ايش؟ عمليه حسابه، اما تاخذ تي اي مع دي اي او تاخذ تي بي مع دي بي، فهذه رجاء لا تخلط. يعني لاحظوا من بدينا سبور الى الان كل يونت على حده، درايفر دريفن بحد كتورك وكدايمتر. طيب هل هذا يختلف بالنسبه للفلات بيلت بوليز؟ نعم، القيمه تختلف بمكان ما كانت 1.5، يعني القيمه ما كانت عندي 1.5 في تي اي على دي على 2، هي 2 للفلات بيلت.
فراح تكون إش... طبعا الاثنين هاي في الاسفل اصعدها للاعلى، اثنين في اثنين راح تصير اربعه، فصير عندي اربعه تي اي على دي اي، طبعا نفسه بدلاله ايش؟ التي بي، لكنه اراعي تي بي مع دي بي وتي اي مع دي اي. اوكي واضحه شباب؟ ها هي القوه اللي تسلط على الشفت من قبل، من قبل ايش؟ من قبل الشيف اوف في بيلت. الان شوي ناتي الى ما يسمى بالستريس كونسنتريشنز ان شافت. طبعا تعرفون الستريس كونسنتريشنز تحدثنا عنه في بدايه المحاضره واعطاكم دكتور علاء في بدايه السنه طبعا موضوع كامل عن الستريس كونسنتريشن وانه الاسباب ماله يعني متعدده، لكنه في موضوع الشافت اكثر الاسباب او اكثر الاسباب شيوعا هي ثلاث اسباب لحدوث ما يسمى بالستريس كونسنتريشن، وطبعا راح نشير اليها الان، وانا اشرت لها في بدايه المحاضره قلنا هي اما تكون الكي سيتس او الشولدر فيلتس او الريتينينج رينج جروفز تحدثنا عنها. الان ناخذ شويه بنوع من التفصيل. considered here are the types of geometric discontinuities most often. طبعا discontinuities يعني هي عبارة عن أشكال هندسية أو أمور يعني خلينا نقول فيزيكال، أشياء فيزيائية حقيقية تسبب لي نوع من الديسكونتينيتيز في الدايميتر أو في خلينا نقول بالفلو، الفلو أوف ستريس تحديدا وليس بالدايميتر عفوا، وإنما بالفلو ستريس فلو، جريان الستريس داخل داخل الشافت، وجود بعض الامور خلينا نقول تقاطعات موجوده على طول الشافت اللي هي هاي الثلاثه، اذا يعني الستريس من يجي يمشي داخل الشافت ويواجه الكي سيتس راح يزيد نوعا ما، من يجينه الشولدر فيلتس خاصه اذا كان من نوع الشارب راح يكون يزيد، اذا يجينه ريتينينج رينج جروفز راح يزيد حوله. اذا هذه الامور لازم اراعي هذه المساله في عمليه التصميم، لازم اهتم ما يسمى بالستريس كونسنتريشن، وكل خلينا نقول discontinuities of these three types لها KT او ما يسمى بالستريس كونسنتريشن فاكتور خاص بها. طبعا هو الكتاب يعني ذكر هذه القيم يعني وذكر من خلاصه جداول كثيره جدا، لكن احنا حقيقه اكتفينا فقط بالاشاره الى ما اعتمدوا عندكم الكتاب في حساب الستريس كونسنتريشن فاكتور. طبعا نيجي شوي نذكر كل جيومتريك ديسكونتينيوتي على حده، فمثلا على سبيل المثال عندنا اول سبب من اسباب الستريس كونسنتريشن هو الكي سيتس، والكي سيتس كما قلنا في بدايه المحاضره هي الايش المقعد اللي يكون جروف او تجويف يقعد بينه الكي اللي يثبت الاليمنت سواء كان جير او شيف او بولي او تشين يثبتها على الشفت. فنيجي نعرف الكي سيت. A key seat is a longitudinal groove cut into a shaft for the mounting of a key. طبعا يقول لك هو عبارة عن groove طولي يعني يكون على طول الشفت يعني موازي للأكس of rotation، وطبعا الهدف منه أنه إيش حتى يجلس بداخله يثبت بيده داخله الكي. Permitting the transfers of torque from the shaft to a power transmitting element. يعني الهدف منه بعد ما تثبت حتى ينقل لك التورك، طبعا يعني ينقل لك التورك، طبعا ما نقول تورك يعني تورك يعني معناه ار بي ام ومعناه باور، يعني نقول من نقول تورك اقصد بينه ايضا باور. فاذا هو راح ينقل التورك من شفت to a power transmitting element، يعني ممكن ينقل التورك يعني من 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 شفت اوكي الى باور ترانسميتنج، يعني انت عندك ينقل باور من شفت الى دريفن، والدريفن تنقل مثلا الى دريفن اخر مثلا، او مثلا لا عمليه عكسيه، يعني انت تريد يعني انت سواء تنقل تورك الى الشفت او تستلم تورك من الشفت، هذا اللي يقصده. فانت بالحالتين سواء انه انت هاي الاليمنت تنطيك تورك او هي تستلم تورك، الحالتين احتاج الى ان اثبتها بالكي، فاحتاج الى كي سيتس. طبعا اكو نوعين، two types of key seats are most frequently used. عندنا نوعين، اكو نوع يسمونه profile واكو نوع يسمونه sled runner. طبعا البروفايل هذا امامكم الان، هذا هو البروفايل، لاحظوا هذا البروفايل. اشرح لك شوي عن البروفايل. The profile key seat is a flat bottomed groove. يعني هو جروف او يعني خلينا نقول جروف خدود او شق داخل الجسم الشفت، لاحظوا، ويكون من نوع الفلات بوتم. فلات بوتم ايش يقصد بينه؟ يعني ارضيته عدله، يعني لاحظوا هاي الارضيه فلات
اوكي. لكن ايش المشكله؟ هي ما مشكله فقط بالفلات الان، المشكله انه and has a sharp square corner at its end. يعني ايش يملك؟ يقول له، لاحظوا، له sharp square corner. طبعا لاحظوا نقطه التقاء هذا، لاحظوا انت اذا تنظر من الاعلى هذا الشكل راح تقول والله هذا نصف دائره ما بين stress concentration. لا، stress concentration اللي نقصده راح تركز في هذا الكورنر، هاي الزاويه، هاي الزاويه من نوع الشارب حاده، يعني زاويه، وحتى يقول لك هي سكوير، يعني يقصد بيها زاويه قائمه. من يقول لك سكوير كورنر يعني كانه يعني يقول لك يعني زاويه قائمه، مش المربع بينه كورنر زاويه مالته 90 درجه، فهي 90 درجه، فنوعا ما ايش تكون؟ تكون شارب، فمن تكون نهايات شارب، وحتى لاحظوا من السايد فيو هي النهايه الشارب. اوكي، فما تكون شارب هذا ايش ينطيك؟ ينطيك راح شويه ستريس كونسنتريشن، يكون خطر هون، راح يتركز في هذا المكان، يعني تعتبر نقطه ضعف، ولذلك بينه كي تي خاص بينه. طبعا الكي تي اللي اقترحه الكتاب ايضا عندكم هو 2، يعني قيمه الستريس كونسنتريشن اذا جاك الكي سيت من نوع البروفايل تاخذ 2. طبعا انا بالسؤال وايضا دكتور علاء ان شاء الله يعني اذا جاكم سؤال بالامتحان نحدد لك، يعني نحدد لك يعني نوع الكي سيت. اوكي، يعني هل هو من نوع الشارب او من نوع ايش؟ البروفايل. واذا ما حددنا لك، اذا ما حددنا لك ممكن انت تختار، ممكن انت تختار. طبعا راح يجينا اليه الاختيار ان شاء الله اثناء ايضا حل المثال. اذا الكي تي مقداره 2 اللي هو ستريس كونسنتريشن فاكتور اذا كان البروفايل كي سيت. الان ناتي الى السليد رانر. طبعا السليد رانر شويه يعني افضل، ما شويه وانما اكثر افضل من البروفايل. ليش؟ لانه اذا تلاحظ الشرح الان يقول the sled runner key seat is a smooth radius groove. يعني من اسمه ما شارب، هو من نوع السموث. سموث يعني ناعم، يعني متدرج. طبعا لما نقول ناعم يقصد به المتدرج، يعني لاحظوا نهاياته، لاحظوا من الاعلى قد يبدو انه هو ايش؟ من نوع stress concentration، واضح. لكن انا يهمني الجروف، يهمني يعني بين شارب عفوا، ولكنه يهمني عادة العمق، لان الكي راح يجلس داخل هذا السيت. فايش راح يكون هون الاهم عندي؟ لاحظوا البدايه ماله هي من نوع السموث، يعني بيها كيرف. لاحظوا كيرف، تلاحظوا هذا الكيرف. النهايه ماله ايضا تكون كانما هي ايش؟ تكون نوعا ما هي من نوع الايش؟ الكيرف. فهذا النوع ايش راح يخلق عندي؟ راح يحاول انه ستريس كونسنتريشن ما يتمركز اكثر، يعني يكون اقل. راح يجي الفلو مال ستريس يعني كانما يجري من يمه، لكنه ما يكون حاد، ما يتمركز في هذه الاماكن بكثره. ولذلك بما انه هو سموث ريديوس كير، فور ذيس ريزن ذا ستريس كونسنتريشن فاكتور فور ذا سليد رانر كي سيت از لوور ذان ذات فور ذا بروفايل كي سيت. انت من يكون عندك الحاله اسوء اللي هي حاله البروفايل، الكي تي يكون عالي، كان 2. طيب من يكون عندي مثلا سليد رانر اللي هو شويه سموث وستريس كونسنتريشن ما راح يتمركز كثير، فالحاله تعتبر اقل خطوره. من يكون اقل خطوره الكي تي يقل. طيب ايش قد اقترح قيمته الكتاب؟ قال 1.6. طبعا انت لاحظوا راح تقول لي استاذ ما راح تفرق الاثنين على 1.6. لا، اقول لك انا ما عندي حاصل جمع، انا عندي حاصل ضرب. هاي القيمه راح تنضرب في البندنج مومنت. يعني انت لو كان عندك البندنج مومنت مثلا على سبيل المثال مقداره 1000 نيوتن متر، بندنج مومنت، اوكي، 1000 نيوتن متر، من تضرب 1000 في 1.6 راح تحصل 1600 مثلا، هذا الحد اللي يهمك في حساب الدايمتر في هذه النقطه. طيب وين يكون الحد؟ لا، واكثر من ذلك ان هذا الحد راح يربع في القانون، راح يجينا القانون راح تلاحظون ان القانون يربع بين القيمه التربيعيه، يعني فوق ما تضرب راح تربع. فانت وين انت عندك 1600 تربيع وين عندك 2000 تربيع؟ ما صحيح؟ 1600 تربيع ايش راح تطلع عندي؟ 360000، ما صحيح؟ ما تمام؟ تقريبا ما راح يكون عندي اعتقد يمكن يعني حاليا ما حسبتوها، لكنه عموما ال 2000 راح تكون 4 ملايين. لا، ال 2000 يعني تربيعه كرقم انا اتكلم فقط، لاحظوا الفرق وين 4 ملايين وين راح تكون يمكن تقريبا 3 ملايين او اقل. ففرق كبير جدا في حساب الدايمتر. اذا الفرق قد يكون للمهله الاولى 2 لا يفرق عن 1.6، لكن 1.6 لكنه يفرق لانه عندي عمليه ضرب وعمليه تربيع بالقانون. راح نجي على القانون اللي يخص يعني حساب الدايمتر يعني لاكثر حاله، اكثر من حاله عفوا.
الآن عندنا النوع الثاني، احنا أخذنا الكيسيت، انتهينا من الكيسيت بنوعيه البروفايل والسليدرونر. الآن نأتي إلى الشوردر فيلتس. الشوردر فيلتس اللي تكلمت عليه أيضا في المحاضرة، بداية المحاضرة هذه، قلنا هو عبارة عن يعني اختلاف الداميتر ما بين داميتر وداميتر، من يلتقي داميتر صغير مع داميتر كبير راح يطلع يصير عندي نوع من الكتف الموجود يسمونه شولدر. وهذا عملية الالتقاء، هل هي التقاء حاد؟ هل الالتقاء هو سموث؟ يعني يكون نوعا ما أو ويل راوندد؟ فنجي على هذه النقطة ونذكرها. For the purpose of design, we will classify fillets into two categories. طبعا هو صنف في عملية التصميم أكثر شيء خلينا نقول يعني نوعين من أنواع الفيلت، هو عندنا إما الشارب أو الويل راوندد، وهي أيضا ذكرتها كما قلنا في بداية المحاضرة. طبعا اذا تلاحظون النوع الاعلى في الاعلى هذا example of sharp fillet، هذا example of sharp fillet. طبعا وايش الفكره انه عندي هذا الدايمتر اوكي اللي هو الصغير، وعندي دايمتر كبير، وصار عمليه التقاء ما بيناتهم. فانت شو تريد تخلي هاي النهايه؟ هل تريد تخلي قوس صغير جدا يعني radius ماله صغير مثلا على سبيل المثال 0.03؟ لو تريد تخلي نوع يعني خلينا نقول شويه الدايمتر واضح وكبير، يعني مثلا هون اخذوا 0.19 من الانج، وين 0.03 انج؟ يعني 0.03 انج تقريبا تحسبوها تطلع اقل من مليم، فاعتبر شارب، بس هو ما شارب 100% لكنه هو فعلا شارب، يعني تنظر له بعين المجرده راح يكون كانما هو شارب، يعني كانما سكوير كورنر زاويه 90 درجه، لكنه هو ايش ما شارب 100%. لاحظوا يعني اذا تلاحظون هذا الشكل، هذا هو من نوع الشارب. لاحظوا اكو قوس صغير، بس القوس هذا يعني اعطاك مثال على سبيل المثال هو 0.03 اعطاك في هذا المثال، فهو صغير جدا، لكن 0.19 يعني تقريبا 0.2، يعني اذا هو الدايمتر 1 انش وتاخذ منه 0.2 وتاخذ من هون 0.2، يعني الفلت radius of fillet كلش كبير 0.2 مقارنه للسمول دي اوكي. فلاحظوا اذا لاحظ هذا الشكل، لاحظوا ايش شنو هو من نوع ايش من نوع الويل راوندد. وايضا هذا ملاحظ ذكرتوها في بدايه المحاضره، لاحظوا من يكون عندي بيرنج، لاحظوا هذا الجسم الازرق هذا عباره عن inner race of bearing، يعني 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 اقصد بينه الريس الداخلي مال بيرنج اللي يقعد على الشفت اوكي. لاحظوا هذا من يلتقي البيرنج عاده ما يخلون النهايات مالته شارب، وهي ذكرناها، يعني هو فقط يحمل لود، هو ما بينه عاده لا تورك ولا بيندنج مومنت. لكنه من اجي على ماشين اليمنت او ميتنج اليمنت، يعني ممكن هاي الاليمنت تكون جير، ممكن تكون بولي، ممكن تكون شيف، ممكن تكون تشين، ايش ياخذ؟ عاده ايش ياخذ؟ ويل راوندد. ولذلك في موضوع الشولدر فيلتس انا بالامتحان ما راح اذكر لك عمليه الالتقاء الدايمتر مع دايمتر عندما يكون عندي عند البيرنج او عند الميتنج اليمنت او الماشين اليمنت. فانت هذه يمك، فتعرف انه اذا كان تريد انت عندك جير وهذا الجير بمثبت على دايمتر فليكن دي 1 ويجي بعده راسا دايمتر اسمه دي 2 وعمليه التقاء عند الجير، فانت تعرف هذا الميتنج هاي اليمنت، من يكون عندي اليمنت لازم ايش يكون الشولدر فيلت مالتي يكون من نوع الويل راوندد. طيب من جيت مثلا تشتغل على البيرنج وجاء امامك بيرنج وتريد يعني وتريد تاخذ تحسب الستريس كونسنتريشن مال بيرنج، طيب البيرنج عاده من يلتقي الدايمتر مالته مع دايمتر اعلى ايش راح اخذ؟ اخذ شارب. اذا هاي الشارب والويل راوندد انا ما ثبت لك اياها بالامتحان، المفروض تكون ايش معلومه عندك. طيب السؤال، هل راح يختلف الكي تي بالشارب عن الكي تي مع الويل راوندد؟ نعم يختلف بالتاكيد. وين تتوقعون يكون اعلى؟ بالشارب. ما في كلمه بالشارب اعلى، يمكن موجود امامك ما بالرسم لو انت عرفته توقعته. استاذ هو بالشارب يكون اعلى. لان الراديو نعم نعم استاذ، لان الراديوس الفلت تكون اصغر. أصعب نعم، فالستريس كونسنتريشن يكون أعلى ولذلك يكون أخطر فأزيد الكيتي. فلاحظ الكيتي بالشارب يكون 2.5 أوكي، أما الكيتي بالويل راوندد فيلت راح يكون 1.5. فوين هو 2.5؟
وين 1.5. طيب طبعا هاي ملاحظه ذكرتوها انه the sharp fillet describes a shoulder with a relatively small fillet radius. يعني يقول لك الشارب فيلت ما هو سكوير كورنر، لا هو عباره عن small fillet radius جدا صغير، لكن موجود. نعم موجود. الدليل انه هذا الار radius هو 0.03 موجود، لكنه خلينا نقول اخو ما موجود يعني كانه فهو موجود لكنه صغير جدا فيعتبرونه شارب. طبعا احنا التوقيت عندنا ساعتين ما تمام، احنا عندنا ساعتين. الساعة ايش قد يمكن الان شباب؟ طيب يعني ما تجاوزنا الوقت ان شاء الله، اهم شيء ما تجاوزنا الوقت. عندنا retaining ring grooves يعني مفروض ننهي على الثنتين. retaining ring طبعا هاي ذكرناها الجروفز اللي هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن rings حلقات تثبت داخل جروفز اخاديد تكون بقرب الاليمنت سواء الجير او الشيب او البي او البولي او التشين حتى لا تحرك اكسيالي، حتى لا تحرك يمين ويسارا. طبعا الريتينينج رينجز ار يوزد فور ماني تايبس اوف لوكيتنج تاسكس ان شافت ابلكيشنز، يعني تستخدم تستخدم في يعني ماني تايبس اوف لوكيتنج تاسك، يعني عمليه تثبيت او تثبيت الاليمنت على الشافت في كثير دائما تستخدم. يعني the rings are installed in grooves in the shaft after the element to be retained is in place. يعني يقول لك هذه الرينجز عاده اثبتها انا او اخليها داخل الجروف اللي موجود على الشافت بعد ما اخلي القطعه، يعني بعد ما اخلي الجير واثبت الجير مثلا وقعدها بمكان الصحيح على الشافت اجي اخلي ايش؟ اكيد اخلي الرينج او الريتينينج رينج اللي حلقه التثبيت داخل هاي الجروف، فاضمن انه ايش ما يتحرك هاي الاليمنت ما تتحرك لا يمين ولا يسار. طبعا لاحظوا هذا الشكل امامكم انواع كثيره من الريتينينج رينجز هاي كلها تستخدم التثبيت. اوكي طبعا كل اليمنت من هاي الاليمنت او كل حلقه من او هذا الرينجز يجي معاها جهاز خاص للتثبيت، طبعا جهاز ميكانيكال ديفايس يستخدم في عمليه التثبيت او عمليه الرفع. يعني ايش احنا نسميه باللغه العاميه نسميه بلايس، ايش البلايس عندنا؟ فهو جهاز خاص يقوم بالتثبيت بوضع النهايه تكون جدا جدا قويه، يعني مصنوعه من الستيل، فمن توضع ما استطيع يدويا بايدي يعني باليد المجرده، وانما احتاج الى ديفايسز خاصه. طبعا لاحظوا هذا شويه شكل جميل جدا يشرح لك هذا هو الجروف. لاحظوا هذا الجروف، لاحظوا هذا ما كان يستخدم كي، كان يستخدم سبلاين كي، يعني لاحظوا الكي مالتي هذا سبلاين. تذكروا السبلاين اعطاك ايضا دكتور علاء، السبلاين عباره عن مجموعه من يعني خلينا نقول الكي المتوازيه، مجموعه من الكيز اللي تكون بارلل كيز متوازيه على طول هذا، فهي تجي الالمنت تقعد، من تقعد راح تثبت، بعد ما ثبتها اجي اخلي هاي احدى هاي الحلقات اخليها وين؟ بهذا الجروف. ف هل هاي راح يأثر في عملية حساب الدايميتر لهذا الزون، هاي الاليمنت هذا المكان تحديدا؟ اقول لك نعم. اوكي لانه انت من تجي تحسب الدايميتر وما اخذت حساب الجروف ايش راح يصير؟ انت من حسبت هذا الدايميتر هو السيف دايميتر، خلينا نقول الدايميتر المناسب الستاندر المناسب، فانت من تحسب الدايميتر وتجي بعدين تحفر بمقدار مليم او مليمين صارت هاي الحفره او الدايميتر في هذا الجروف اقل من الدايميتر اللي انت صممته، فراح يكون بيها خطوره. فايش راح تعمل؟ راح تضطر انه ايش؟ من تصمم الدايميتر، من تختار هذا الدايميتر تحسب حساب العمق مال الجروف، فزيد شويه الدايميتر مالتك، مثلا طلع الدايميتر مالتك 1 انش، انت ما تعمل 1 انش، انت تعمل 1.06، تنطي نوعا ما 6% من قيمته الضيفة على هذا الدايمتر. ليش؟ حتى إذا أنت مثلا ضفت 6% 6% من الإنش تعمل تقريبا مليمين، فأنت طيب فأنت مليمين يعني تقريبا، فمكان ما تأخذ هذا 25 مليم، يعني اعتبرنا أنه الإنش تقريبا 25، المكان ما تأخذه 25 مليم راح تأخذه 27 مليم. ليش؟ حسبت حساب ال 2 مليم هاي راح تنزل لي جوا مال الجروف، فحتى تضمن انه الجروف الدايميتر عند الجروف هو 25 وليس الدايميتر الموجود هون يكون 25. فلاحظت مش قد مهمه هاي النقطه في حساب الدايميتر؟ اذا لازم اخذ نظر الاعتبار هذا الجروف او الثكن او العمق مال هذا الجروف. لاحظوا بعد ما يعني هو يعني يقول لك هذا عندي قد يكون هذا يعني ايضا سبلاي كي يثبت الاليمنت يرجع ينزله، طبعا هو نزل جزء اكثر من اليمنت
وبعد ما ثبت الإلمنت قد يكون هذا جير بمناسبة، قد يكون هذا جير ليس بمناسبة، قد يكون مثل السبلاين كيز، قد يكون هذا جير صغير. بعد ما خلى الجير ثبت إيش الريتينينج رينج. طيب ما هو مقدار الكي تي بالنسبة للريتينينج رينج؟ هو 3، لأن هذا الجروف يكون على طول على يعني سيركمفرنشيال، يعني يكون محيطي على محيط الإيش الشافت. فأشون يكون الستريسز متمركز ب 63 درجة، يعني على طول هذه إيش على طول هذا الدايميتر هو موزع محيطيا الستريس كونسنتريشن. فعادة يأخذونه كبير، يعني قيمة الكي تي كبيرة جدا، يعني أخطر ستريس كونسنتريشن ممكن يتولد عندي يكون في الجروفز، فيأخذوا 3. طبعا هو عبارة عن قيمة بيندينج ستريس آت روتينينج رينج جروف، هو يعني له علاقة بالبيندينج ستريس لأنه هو ينضرب بإيش بي البيندينج ستريس. طبعا ايضا ذكرنا الملاحظه يقول لك ابلاي رينج جروف فاكتور، طبعا هذا فاكتور يسمونه رينج جروف فاكتور اوف 1.06 تو ذا كومبيوتد ريكوايرد دايمتر. ليش اضيف ال 1.06؟ شرحته قبل شويه واضح، حتى اخذ نظر الاعتبار بعد ما اكمل الدايمتر هذا ارجع اصنع جروف. من اصنع جروف لازم بعد ما اصنع الجروف اضمن انه الدايمتر ايضا بالسيف سايد، فاخذ هذا الفاكتور. طيب عندنا ايضا فيما يخص موضوع ايضا الريفرس او الديزاين اوف شير ستريسز، احنا نتوقف طبعا الى هنا شباب لانه انتهى الوقت، الساعه يعني 2:55 تقريبا، فنتوقف الى ايضا حساب الديزاين اوف شير ستريسز خاصه ما يسمى بالريفرس فيرتيكال شير. كنا أخذنا تذكرون بالمحاضرة بداية السنة أخذنا الفيرتيكال شير وحسبنا قلنا الفيرتيكال شير اللي هي كابيتال في، تذكرون كابيتال في كنا نقول أنه الماكسيمم فيرتيكال شير ستريس يساوي في كيو على اي تي، وهاي كانت هي الفي. لكن أكثر الشيء اللي أخذناه حقيقة كان ما عندي روتيشن، كان عندي بيم. الآن لا، شوي راح تولد عندنا حالة هو أنه الشيفت في حالة دوران. الشيفت عندما أقول شيفت أقصد بينه روتيتينج بيم، يعني روتيتينج إليمنت، يعني ما يحتاج تقول روتيتينج شافت. بالمناسبة الشافت من تقول شافت ايش اقصد بينه؟ روتيتينج. من تقول اكسل يعني ما عندي روتيشن، الاكسل لا يدور، اوكي الشافت يدور، واضح؟ فعندما اقول شافت يعني عندي روتيشن. هاي الحالة يمكن ما اخذناها سابقا انه عندي لود واشون احسب يعني حالة الدوران ايش راح تاثر عندي. هاي ان شاء الله ناخذها عندنا، ناخذها إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله.